Hello everybody, اهلا وسهلا بكم ومعاكم الجزء نمبر 7 بارت 7 من سلسله حل اختبارات كتاب ماي تيتشر، ملحق اختبارات كتاب ماي تيتشر انجلش زون الترم الثاني جريد 6. وخلينا نبدا مع بعض النهارده. معانا موديل اكزام 7، وكل اللي مش متابع من الاول نرجع نقول تاني كل الموديل اكزام السابقه الست اجزاء السابقه موجودين على القناة، اشتركوا فيها وتابعوهم، وهتظهر اللينكات بتاعتهم على جانب الفيديو دلوقتي، تقدروا ترجعوا لهم إذا محتاجين. موديل اكزام 7، وخلينا نبدأ مع بعض. أول سؤال، سؤال المحادثة، وزي ما اتفقنا من البداية اللي متابع معانا من الأول بنقول تاني وتالت وعاشر. سؤال المحادثة لازم نقراه بالكامل قبل ما نبدأ شغل فيه عشان نفهم إحنا بنتكلم عن إيه. علي بيكلم أشرف، علي where will you spend the next summer holiday؟ وأشرف رد عليه، طب احنا كده ما نعرفش، ممكن أقول له ألكسندريا، ممكن أقول له لندن، ممكن أقول له باريس، ممكن أقول له أي حتة، طب أنا هعرف منين هو راح فين؟ لازم أكمل بقية المحادثة عشان أعرف. علي رد بحاجة تانية، أشرف قال له because مطروح is a very nice quiet city، يبقى من الجملة دي أنا عرفت هو راح فين. يبقى السؤال الأولاني where will you spend the next summer holiday؟ يبقى هو قضاها فين؟ أو هيقضيها فين؟ هيروح مرسى مطروح، يبقى هنا هنقول I will go to مطروح. تمام، هنا سأله حاجة، قال له because مطروح is a very nice quiet city، يبقى المفروض هنا هيسأله يقول له طب ليه؟ اشمعنى هي يعني؟ ليه أنت عايز تروح هناك؟ يبقى هقول why will you go there؟ because مطروح is a very nice quiet city. سأله سؤال هنا قال له I'll go with my family، يبقى أكيد سأله أنت هتروح مع مين. تمام، السؤال ده إحنا بناخده من وإحنا لسه في grade 2، who will you go with، أنت هتروح مع مين. I will go with my family، قال له هنا حاجة، قال له thanks a lot، يبقى هنا أكيد قال له يعني إن شاء الله إجازة سعيدة، have a nice holiday. وخلينا نكمل سؤال الأندرلاين. They couldn't here without proof. He couldn't، ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش arrest her. They couldn't arrest her without proof. هو ما يقدرش يقبض عليها من غير دليل. What they do if we went to the police. What if we went. هنا ماضي بعد if. بعد if في went past، يبقى قبلها هيكون أكيد would. ونرجع لشرح القواعد بتاعة F هتلاقيها موجودة على الجروب، سوري على القناة. I don't like it، أنا بحبوش. ما ينفعش أقول bored ولا scared ولا worried، التلاتة ما يدونيش نفس الإيقاع بتاع الجملة. I'm disgusted. This is the picture I have ever seen. The، يبقى أنا هنا بتكلم في صيغة المبالغة superlative، يبقى this is the prettiest picture. The man stole the diamond. The أكيد مش honest man، ولا fair ولا kind، يبقى أكيد dishonest. The dishonest man stole the diamond. He wanted to know if a the reward speech yes or no question. He wanted to know if she helped her mother. عايزين نرجع لشرح قاعدة الريبورت سبيتش كاملة متقسمة على ثلاث أو أربع أجزاء موجودين برضو على القناة. The is formed by the tops of trees that are 40 to 80 meters tall. The، إيه اللي موجود في التوب اللي بي formed by tops of trees؟ ايه الجزء اللي بيكون التوبس اوف تريز في الرين فورست؟ الايه؟ الكانوبي. تنس از انترستنج ذان فوتبول. تنس از، انا عندي هنا ذان، يبقى قبلها ودي لونج ادجكتيف، مور ذان تو سيلابلز، يبقى بحط قبلها مور للتفضيل، مور انترستنج ذان. اي ويل جو اب the mountain. Up the mountain يعني hiking up the mountain. When I my dinner I went
to bed. When I had had my dinner, I went to bed. أنا هنا برتب الأحداث past perfect و past simple. تمام؟ ونروح لي اللي بعدها. He goes to school early at all time. At all time بتوازي في المعنى always. يبقى he always goes to school early. The tigers won't know how to hunt, said the townspeople. The townspeople said the tiger, هنا هنحولها لreport speech. يبقى the townspeople said the tiger won't know how to hunt. يبقى هنا المفروض هنعمل back shift. تمام؟ ليه won't هتبقى wouldn't. Know how to hunt. He can treat you because he is a doctor. وعايزين نستخدم weren't. معنى كان هنستخدم قاعدة if في second conditional. يبقى if he weren't a doctor, he couldn't treat you. I can't visit my aunt as I have exams this week. يبقى لو ما كانش عندي exam كنت رحت زرتها أو كنت قدرت أزورها. يبقى if I didn't have exams this week, I would visit my aunt. It wasn't a good idea to make fun of his friend. وعايزين نستخدم he. هنخليها الادفايس. He shouldn't have fun, have made fun of his friend. ليه احنا هنا استخدمنا shouldn't have؟ لان الجملة بتاعتنا كانت في الباست wasn't. تمام؟ لما تكون الجملة بتاعتنا في الwasn't wasn't او جملتنا في الباست، لما نيجي نستخدم should بنستخدم should have past participle. should have و past participle. على عكس لما تكون الجملة في present بنستخدم should plus infinitive على طول. نروح لل comprehension. بتقول ايه؟ many animals in the world today are in danger. كتير من الحيوانات في العالم دلوقتي في خطر. for many of them the biggest danger is humans. كتير من الحيوانات ديت اكبر خطر بيواجههم هو البشر نفسهم. people always kill animals for their meat or their skin. البني ادمين عاده ما بيقتلوا الحيوانات علشان يحصلوا على اللحم بتاعهم او على الجلود بتاعتهم. others are killed because they eat crops or animals which belong to farmers. والبعض الآخر بيقتل الحيوانات علشان الحيوانات دي بتاكل المحصول بتاعه أو بتقتل الحيوانات اللي هو مربيها، حيوانات المزرعة بتاعته. certain to farmers certain animals such as India people have hunted them so much that there aren't many left alive. الهنود أو الشعب في الهند بكتير بيقتلهم. وهنا هو هنا بيتكلم عن التايجر. من بيقتلوا التايجر علشان ولغاية لدرجة ان مبقاش فاضل عدد كبير منهم. however here are now laws to stop this. برغم ان في دلوقتي خلاص قانون بيحد او بيمنع من قتل التايجرز. in South America many different birds and animals have lost their natural homes. في أمريكا الشمالية قصدي سوري الجنوبية ساوث أمريكا، في كتير من الطيور والحيوانات فقدت مواطنها الطبيعية.
in the forests في الغابات because thousands of trees have been cut down or burned عشان آلاف من الأشجار تم قطعها أو حرقها. People then use true land for farming or for building roads and towns عشان البشر بيستخدموا الغابات دي بعد ما بيزيلوها خالص بيبنوا عليها بيوت أو بيبنوا عليها طرق أو بيستخدموها كمزارع يزرعوا فيها محاصيلهم. We are too late to save some animals. إحنا خلاص بقينا متأخرين في بعض بالنسبة لبعض الحيوانات إن إحنا ننقذهم، خلاص هم انقرضوا. A few are now extinct. There are none left anywhere in the world. منهم انقرض ما بقاش موجود منه في العالم خلاص. Others are only alive in the are only alive in the zoos or special parks. والبعض الآخر دلوقتي بقى موجود في الحدائق، حدائق الحيوانات أو في special parks، الحدائق الخاصة اللي هي زي إيه؟ زي الحدائق الطبيعية أو المحميات الطبيعية مثلا. Such as the one in Giza زي اللي موجودة عندنا في الجيزة are important because they can help some animals to live. It is also possible to care for animals and learn more about them in the zoos. والحدائق دي بتكون مهمة عشان بتساعد الحيوانات إنها تعيش، نحافظ على العدد القليل اللي فاضل منها، وفي نفس الوقت بيتيح لنا الفرصة إن إحنا لدراستها أكتر ونساعدها إنها تعيش حياة يعني آمنة نوعاً ما. أول سؤال معانا why do people kill animals؟ ليه البشر بيقتلوا الحيوانات؟ هنلاقي الإجابة بتاعتنا موجودة هنا. For people always kill animals for their meat or their skin. وothers kill because they eat crops or animals which belong to farmers. تمام؟ ده كده إجابة السؤال نمبر 1. تاني سؤال معانا خلينا نشوف بيقول ايه. Why are there fewer tigers and elephants before؟ ليه دلوقتي بقى في أقل في العدد من الحيوانات سواء التايجرز أو الإليفانتس أقل من الماضي؟ ليه؟ لأن الـ Indian people هنا Indian people have hunted them so such that there aren't many left alive. ده كده إجابة السؤال نمبر 2. نروح لسؤال نمبر 3. How can zoos help animals؟ إزاي الحدائق بتساعد الحيوانات؟ تمام؟ هنلاقي الإجابة هنا. They can help some animals to live. It's also possible to care for animals and learn more about them. تمام؟ ده كده إجابة السؤال نمبر 2. عندنا كمان a suitable title for this passage is، تفتكر العنوان المناسب للقطعة هنا ايه؟ farming اكيد لا، tigers and elephants no، animals in danger اكيد حيوانات في خطر، birds and animals cannot find a place to live in because ليه ما بقوش قادرين يلاقوا مكان يعيشوا فيه؟ ليه؟ عشان البني ادمين ازالوا الاشجار بتاعتهم. Many trees have been cut. Animals are in danger because of man, wild animals, ولا zoos of man. سبب البشر. من هنا مش معناها واحد أو شخص أو إنسان، من البشرية. القصة دي مش بتاعتنا. وعندنا الباراجراف food and health. Food and health. تمام. Food important to build body. Vitamins strong. نكتب باراجراف عن أهمية الطعام وعلاقة الطعام بالصحة. I meet my friends twice a week. هنا بيسألني عايز نستخدمها often. Okay. How often؟ السؤال الجملة عندي في present simple بحط helping verb do والsubject بتاعنا you الinfinitive meet your friends. We play football after school when برضو جملتي في الـ present simple يعني الـ helping verb بتاعي برضو do when do subject you والـ infinitive play when do you play football. تمام كده كده نكون خلصنا الـ part 7. انتظرونا مع part 8 وموديل exam 8. See you. Goodbye.